أذهب الآن إلى هاتاي مع الزميل مصطفى النعيمي مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى، بداية أرحب بك. ولاية هاتاي دمر الزلزال معظم مناطقها تقريبا، وتمكن كليتشدار أوغلو من تحقيق تقدم ولو كان طفيف على حساب أردوغان فيها بحصوله على عشر زيادة بالمئة أكثر من أردوغان. ماذا عن الجولة الثانية؟ هل سيبقى التنافس محتدما بين الطرفين في هاتاي؟ نعم، تحياتي لك فيروز، تحياتي للسادة المشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الجولة الأخيرة، الجولة الثانية في 28 من شهر أيار القادم، ستكون جولة حاسمة خاصة في المدن التي تعرضت للزلزال، الولايات الأحدى عشر التركية التي تعرضت للزلزال، بحيث رصدت آخر إحصائيات كانت تشير إلى أنه قرابة 65% قد انتخبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالتالي أمام هذا المشهد، عندما نتحدث عن منطقة أصابها الزلزال وقام بانتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علما بأن ولاية هاتاي بالتحديد ربما الفارق كان بسيطا، رغم أن هنالك تعرضت مدينة أنطاكيا بالتحديد إلى قرابة خسارة 85% من البنية التحتية. وبالتالي أعتقد بأن يعني استمرار هذه الحملات الانتخابية والبحث عن مشتركات بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي من أهم أولوياته، نظرا لأن هذه المنطقة بحاجة إلى رعاية خاصة وعناية شديدة، نظرا لأن المدينة بشكل عام هي بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء، ومشاريع الإعمار اليوم تمشي على قدم وساق. وهنالك كولاية كهرمان مرعش أيضا تضررت بشكل كبير، يعني التصويت كان فيها قرابة 67%، وكل هذه المؤشرات تدلل على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماضي في هذه الزاوية من أجل معالجة تلك الملفات، وبالتالي كسب مزيد من الأصوات على حساب منافسه كليتشدار أوغلو في هذه المرحلة. وبالتالي نعتقد اليوم أنه هنالك مجموعة من الحملات، وقبل قليل كنت أشاهد الكثير من التحركات في داخل مدينة الريحانية التي أتواجد فيها في الوقت الحالي، حيث أن هنالك الكثير من مراكز الاقتراع السابقة كانت تقل الكثير من المسؤولين والذين كانوا يقومون على إجراء الحملات الانتخابية. وبوجه التحديد نتحدث عن الأحزاب السياسية التي كانت متواجدة وكان لها حضور كبير وكان لها رسائل للمتواجدين في هذه المنطقة، المناطق التي ضربها الزلزال. وبالتالي أعتقد بأن كل المؤشرات تؤكد على أن هنالك ربما قد تكون ساعات حاسمة في الانتخابات في المرحلة الأولى، لكن الرئيس التركي بالنسبة له في هذه المرحلة لديه أولوية وهي أو أهم الأولويات، وهي مسألة المشتركات الوطنية التي كانت من خلال الخطابات الرسمية رسالة واضحة لكافة لكل من سينتخب أو من لم ينتخب الرئيس التركي. بينما على الجانب الآخر السيد كليتشدار أوغلو يركز على ملفات استثمار ملف اللاجئين، وكذلك أيضا استثمار بعض الملفات التي كانت يعني كان لها دور كبير عمليا في يعني حالة عدم الاستقرار، وخاصة أنه تحدث عن الملف السوري، الملف الشائك حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك رؤية واضحة، رؤية دولية لذلك، رغم أن هنالك مبادرات عربية وخطوة مقابل خطوة التي قام بها الأردن، ما زلنا حتى اللحظة لم نلمس أي من نتائجها، رغم أن هنالك أيضا عقوبات على النظام السوري في هذا المسار، هنالك قانون قيصر ربما حتى هذه اللحظة لم يتم تجاوز هذا القانون نظرا لأنه قانون يعني أمريكي. طيب، من جديد مصطفى، مصطفى استطلاعات الرأي في ربما المدن المتاخمة للجنوب التركي الموجودة في الجنوب التركي، أغلبها حتى هذه اللحظة ذهبت بزيادة وإن كانت طفيفة ولكنها لا زالت تحسب لصالح كليتشدار أوغلو. ما الذي دعم كليتشدار أوغلو في هذه المدن وخاصة في هاتاي؟ في مدينة هاتاي ربما المكون الأكبر وهو الداعم للرئيس عفوا للمتنافس على رئاسة الجمهورية السيد كليتشدار أوغلو، وهنا نتحدث عن ولاية هاتاي بوجه التحديد، حيث كانت النسب متقاربة جدا، أنا حتى النسب النهائية التي جرت في الانتخابات الرسمية، لكن باقي الولايات الأخرى هنالك أيضا أصوات كانت يعني ربما قد تزيد عن 60% لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن كليتشدار أوغلو كان يركز بشكل كبير على المناطق المتضررة وتداعيات كارثة الزلزال، وآلية إدارة الدولة بالنسبة له كان يركز عليه بشكل كبير، لكن على ما يبدو هنالك يعني بالنسبة للحاضنة الاجتماعية في هذه المنطقة، وأتحدث الذين يبحثون عن نوع من الاستقرار أو
الاستقرار الجزئي ما بعد الزلزال. الكل الغالبية العظمى منهم يبحثون عن إدارة الدولة وكيفية إدارة تلك الدولة بخصوص ملف تداعيات كارثة الزلزال، بحيث كانت الأموال ترسل إليهم عبر البنوك للوقوف على هذه الأزمة وتجاوزها. وكذلك أيضا هنالك الكثير من الوحدات السكنية التي تم بناؤها، وكان حديث الرئيس التركي كانت تصريحات الرئيس التركي ماضية في هذا الخصوص. لذلك كان هنالك مجموعة من الوحدات السكنية، وكذلك أيضا هنالك البدء بمشاريع لإعادة الإعمار في مدينة أنطاكيا بوجه التحديد، ربما ليست بالمعايير السابقة، وسيكون هنالك أيضا إشراف خاص من قبل الحكومة التركية، الحكومات المتعاقبة بشكل عام على البناء في هذه المنطقة نظرا لأنها تقع ضمن الخط الزلزالي، وصولا إلى مدينة مرعش التي ولاية مرعش التي تضررت أيضا بشكل كبير، وهنالك بمعدل يومي هنالك قرابة 10 هزات ارتدادية، ربما البعض منها قد تجاوز 3 درجات. وبالتالي أمام هذا المشهد أعتقد أنه من الصعوبة بمكان التكهن بنتائج الانتخابات النهائية، لكن كل المؤشرات تأتي في سياق أنه من يعني في الغالبية العظمى من الناس الذين كنت أتحدث معهم أنهم سينتخبون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجموعة من المعطيات، ومن أبرزها وقوف الدولة التركية مع المواطن الذي أصيب في هذا الزلزال، وكانت هنالك يعني آثار سلبية كبيرة ليس فقط على مجال السكن أو المال أو تغطية هذه المسألة، وإنما حتى في إيجاد المساكن البديلة، وصولا إلى نقلهم حتى في عملية الانتخابات. اليوم نتحدث عن هذه الانتخابات، الانتخابات الأولى التي جرت في 18 أيار أيضا ستعاد ذات الاستراتيجية في الذين كانوا متواجدين خارج تلك الولايات من أجل أن يصوتوا مرة أخرى. وبالتالي أعتقد ستزيد هذه الفرص من مكاسب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على حساب منافسه السيد كليتشدار أوغلو. إذن من هتاي مصطفى النعيمي مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات.